لكم اهو الفراوله بعد ما عملناها نحط معلقه سكر على حسب الرغبه او من غير سكر خالص او من غير سكر خالص. عشان انا سبتها شويه هتسيبوها تاني في الفريزر، ممكن ترجعوها تاني في الفريزر وساعه كده وبعدين ترجعوا تضربوها تاني، هتبقى ايس كريم روعه وبالهنا والشفا. روعه والسلام عليكم.